شكرا فخامة الرئيس، ومن جانبي شكرا لاستضافتنا هنا جميعا هنا. الشراكة الاستراتيجية التي نناقشها هنا اليوم في الواقع سوف تؤتي بثمارها، واننا نتطلع الى مثل هذه الشراكة التي تؤتي بثمارها في الاستثمار والتي تخلق مزيدا من فرص العمل وتعزيز قدرتنا وطاقتنا، وكذلك تفي بتطلعات الشعوب التي نمثلها هنا. نحن بحاجة الى مثل هذه الشراكة. العالم الذي نعيش فيه هو اكثر اضطرابا عن ذي قبل. لدينا هنا صراعات مروعة في الشرق الأوسط، ونرى أثارها هنا يوما بعد يوم في البحر الأحمر، وعدم الاستقرار يؤدي إلى أن مثل هذه الشراكة نحن بحاجة إليها أكثر من ذي قبل. وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن نتشارك فيها، شركاء على المستوى السياسي وشركاء على المستوى الاقتصادي، وكذلك شركاء للحد من الهجرة غير الشرعية. الهجرة موجودة بالفعل، وطالما ما كانت متواجدة، وكذلك فالهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر واستغلال البشر هو أمر لابد من الحد منه والقضاء عليه. وكذلك نعمل على الأسباب الجذرية، التي تعني أن نخلق منظورا ومدركات وفرص عمل، وكذلك نمو اقتصادي واتفاق مثل هذا الاتفاق ومنظور يهدف إلى خلق المنظور، هو أحد السبل للحد من الهجرة غير الشرعية. أنني على قناعة بأن هذا يمكن أن يخلق ديمقراطية حيوية ومجتمعات حيوية بها أصوات ومزيد من المساحات، هو كذلك عنصرا إضافيا للأجيال القادمة. والاتفاق على ومثل هذه الاتفاق لابد أن تفي بما تطلع إليه الأجيال الشابة، وهو هم يستحقوا أن يجعلوا بلدانهم أكثر قوة. شكرا سيدي الرئيس.